استعمال ما يسمى الوسائل الإلكترونية في الدفع. نعم نعم، مثلا الموبيل بايمنت، يعني باش نخلصوا بالتليفون كما يقول لك. الموبيل بايمنت ان شاء الله ابتداء من هذه اخر هذا الشهر سيكون حقيقه. كل المواطنين يمكن ان يستعملوا البورتابل تاعهم الموبيل باش يقوموا بالدفع النفقات تاعهم، باش يشريوا او يدخلوا دراهم. كل البنوك ستستعمل هذه الوسائل. وهذا الخبر يعني المفرح من فروض، واضافه الى الدفع على السي بي لكارت 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 بايمنت ولا لكارت بنكير، وصلنا اليوم الى اكثر من 16 ألف بطاقه.